فئة كبيرة جدا من الناس متخيلة ان الناس الملتزمة دايما مكشرين وما بيفهموش يعني ايه حب ولا يعرفوا يعني ايه احساس او مشاعر، ودي غالبا الصورة اللي بينقلها لينا الاعلام بالطريقة دي. ولما رجعت للتاريخ الاسلامي علشان ادور فيه عن معاني الحب والغرام والعشق الصح ما بين قوسين وشد تحتها 100 سطر، شفت اعظم قصص الحب في التاريخ الاسلامي وبرضه حط تحتها 100 خط الصح. قصة زواج أبا العاص بن الربيع وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مش هنخش في تفاصيل القصة غير لما اسمع. يلا بينا. طب يلا بينا. في يوم من الأيام ذهب أبا العاص بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن أتزوج ابنتك الكبرى زينب. فقال له النبي: لا أفعل حتى أستأذنها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب وقال لها: ابن خالتك جاءني وذكر اسمك، فهل ترضينه زوجا لك؟ أحمر وجهها وابتسمت. بعدها تزوجت زينب أبا العاص بن الربيع وبدأت بينهم قصة حب كبيرة جدا، وأنجبت منه علي وأمامة. بعدها بفترة بدأت مشكلة كبيرة جدا لما كان أبا العاص بن الربيع مسافر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا، ولما رجع أبا العاص بن الربيع من السفر وجد زوجته قد أسلمت، فقالت له: عندي لك خبر عظيم. فقام وتركها. فاندهشت زينب وتبعته وقالت له: لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلم. فقال لها: هل أخبرتيني أولا؟ فقالت له: ما كنت لأكذب أبي وما أبي بكذاب، إنه الصادق الأمين، ولست وحدي، أسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمي علي بن أبي طالب وأسلم ابن عمك عثمان بن عفان وأسلم صديقك أبو بكر الصديق. فقال لها: أما أنا فلا أحب أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته وما أبوك بمتهم، فهل عذرتي وقدرتي؟ فقالت: ومن يعذر إن لم أعذر أنا؟ فأنا زوجتك أعينك على الحق حتى تقدر عليه. ووفت بعدها زينب بعهدها لزوجها أبا العاص لمدة 20 سنة. ظل أبو العاص على كفره ثم جاءت الهجرة. ذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبقى مع زوجي؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلوا في مكة لغاية ما حصلت أحداث غزوة بدر، وقرر بعدها أبو العاص أنه يخرج للحرب في صفوف قريش. متخيل معايا الموقف عامل إزاي؟ زوجها بيحارب أبوها، فكانت زينب بتبكي في اللحظات دي وبتقول: اللهم إني أخشى من يوم تشرق فيه شمسك فيتم أولادي أو أفقد أبي. ويخرج أبو العاص بن الربيع في غزوة بدر وبتنتهي المعركة وبيؤخذ أسير في جيش المسلمين، وتذهب أخباره لمكة وتسأل زينب: ماذا فعل أبي؟ فيقال لها: انتصر المسلمون. فتسجد شكرا لله، وبعد كده تسأل: ماذا فعل زوجي؟ فيقال لها: أسره محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت: أرسل في فداء زوجي. وما كانش عندها شيء ثمين أو غالي علشان تفتدي به أبو العاص إلا عقد أمها التي كانت تزين به صدرها، فخلعت العقد وأرسلته مع أخو أبو العاص بن الربيع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت ده جالس مع الصحابة بيتلقى الفدية وبيطلق الأسرى، وحين رأى عقد خديجة سأل فقال: وهذا فداء من؟ قالوا: هذا فداء أبا العاص بن الربيع. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا عقد خديجة. وبعدها وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، هذا الرجل ما ذمناه صهرا، فهلا فككتم أسره؟ وهل قبلتم أن تردوا إلى زينب عقدها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العقد وقال له: قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا العاص، هل لك إلى أن أسارك؟ ثم تنحوا جانبا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا العاص، إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر، فهل رددت إلي ابنتي زينب؟ فقال له: نعم. خرجت بعدها زينب تستقبل أبا العاص على أبواب مكة، وحين رآها قال لها: إني راحل. قالت: إلى أين؟ فقال: لست أنا الذي سيرحل، ولكن أنت سترحلين إلى أبيك. فقالت: لماذا؟ فقال: للتفريق بيني وبينك، فارجعي إلى أبيك. فقالت: هل لك إلى أن ترافق وتسلم؟ فقال: لا. فأخذت زينب الأولاد وهاجرت إلى المدينة، وبدأ الخطاب على مدار 6 أعوام
الأيام بيتقدموا للزواج من زينب، وكانت بترفض على أمل إن زوجها يرجع لها. وبعد 6 سنين خرج أبو العاص بن الربيع في قافلة إلى الشام، وهم في الطريق خرج مجموعة من الصحابة على القافلة وأسروها، فسأل على بيت زينب وطرق بابها قبل الفجر. فتفتح زينب الباب ولقت زوجها قدامها بعد غياب 6 سنين، ففرحت زينب وقالت له: أجئت مسلمة؟ فقال: بل جئت هاربا. فقالت له: هل لك إلى أن تسلم؟ فقال: لا. قالت: لا تخف، مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أم بالمسلمين في صلاة الفجر، سمع صوت من خارج المسجد بيقول: قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قالت زينب: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فهو ابن الخالة، وإن قرب فهو أبو الأولاد، وقد أجرته يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس، إن هذا الرجل ما ذمنته صهرة. بيكررها النبي صلى الله عليه وسلم تاني: وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وتتركوه يعود فهذا أحب إلي، فإن أبيتم فالحق إليكم والأمر لكم ولا ألومكم عليه. فقال الناس: بل نعطيه ماله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا زينب. وبعدها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت زينب وقال لها: يا زينب، إنه ابن خالتك وإنه أبو الأولاد، فأكرمي مثواه، ولكن لا يقربنك فإنه لا يحل لك. فقالت: نعم يا رسول الله. فدخلت بعدها زينب إلى أبو العاص بن الربيع وقال: قالت له: يا أبا العاص، أهان عليك فراقنا؟ هن عليك أوي كده؟ هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ قال: لا. وبعدها أخذ ماله ورجع إلى مكة. ولما وصل أبا العاص بن الربيع مكة وقف في وسط الناس وقال: أيها الناس، هذه أموالكم، هل بقي لكم شيئا؟ فقالوا: جزيت خيرا ووفيت أحسن الوفاء. فقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعدها هاجر للمدينة ووصل الفجر وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أجرتني بالأمس واليوم جئتك صادقا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وبعدها قال أبو العاص بن الربيع: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجع زينب؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تعال معي. فذهب إلى بيت زينب وطرق عليها الباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، إن ابن خالتك جاءني اليوم يستأذنني أن ترجعي له، فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت. بعد سنة من الأحداث دي ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكاها أبو العاص بكاء شديدا حتى رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهون عليه ويمسح عليه، فيرد أبو العاص على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله يا رسول الله، ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب. ومات أبو العاص بن الربيع بعد سنة واحدة من وفاة ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لو حد سألك عن الحب قل له الحب بالشكل ده، واحنا تعلمنا انه يبقى بالاداب دي. الحب مش بيتقال في اماكن او في تليفون او في فترات معينة او في مواقف معينة وبس. الحب الصادق اللي بجد اللي يجي يخبط الباب من غير ما يتكلم ويمشي ويتعرف وحاجات تانية كتير جدا. ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ كل بنات ونساء المسلمين منها. انا خلاص خلصت. السلام عليكم.